يا كل واحد اللي عطشان أجيو للمياه، واللي ما عنده دراهم أجيو شريو وكلو. نعم أجيو شريو الخمر والحليب بلا دراهم وبلا ثمن. علاش كتخسروا الدراهم في ذاك الشي اللي ما هو شي ماكول، وتعبكم في ذاك الشي اللي ما كيقنعش؟ تصنصوا لي مليح وكلوا ذاك الشي اللي مليح، وخليو نفسكم تستلد بلدام. ميلوا أذنكم واجيو لعندي، سمعوا وتحيا نفسكم، ونعمل معاكم عهد دايم مراحم داود ثابتين. ها أنا أعطيت شاهد للقوم، حاكم وقواد للشعب. هذو الآيات اللي عاد قريت عليكم هما مرفودين من كتاب النبي إشعيا فصل 55. هذه عرضة عجيبة من عند الله الرحيم على فم عبد النبي إشعيا، بعد ما إشعيا هو من الأنبياء بني إسرائيل وكتب بالخصوص لبني إسرائيل، لكن العرضة دياله هي للجميع، حيث الله ما هو شي ديال اليهود وحدهم، لكن هو رب العالمين. الله العالم بضعفنا وفقرنا وجهلنا، كيعرض للجميع ويقول يا كل واحد اللي عطشان. العطش هو حاجة صعيبة، وكيقولوا بين بنادم يقدر يبقى بالجوع وقت طويل، لكن ما يقدرش يبقى بلا ماء مدة طويلة. الماء هو رمز الحياة، بلا ماء ما تكون حياة لا في النبات ولا في البشر ولا في الحيوان. لكن العطش علاش كيتكلم الله هنا؟ هو عطش روحي، والماكلة علاش كيتكلم هنا؟ هي ماكلة روحية. الإنسان هو مركب من الروح والجسد، وكما الجسد خصو الماء والماكلة باش يعيش في هذه الدنيا، هكذا الروح تاني خصها الماكلة الروحية باش تعيش في هذه الدنيا، باش تعيش في الآخرة والماء الروحي. الماكلة المادية والماء المادي هما فايتين ويتقاضى، حيث الجسد يتقاضى يعني يموت، لكن الروح هي خالدة وتبقى على الدوام. على ذاك الشي خصها الماكلة الروحية والماء الروحي. في إنجيل يوحنا فصل 8 آية 37، الرب يسوع المسيح قال إذا عطش شي حد يجي لعندي ويشرب، اللي كيآمن بيا كما كيقول الكتاب يجريو منه الويدان الماء الحي. هذا الشي كيبين بين يسوع المسيح عنده الماء الحياة وموجود يعطيه لكل واحد اللي هو عطشان. وفي فصل 4 آية 13، الرب يسوع قال للمرأة السامرية اللي كانت كتسقي من واحد البير، قال لها كل واحد اللي يشرب من هذا الماء يعاود يعطش، لكن كل واحد اللي يشرب من الماء اللي نعطيه عمره ما يعطش. ثاني في إنجيل يوحنا فصل 6 آية 32، يسوع المسيح قال لبني إسرائيل على منا وعلى موسى، قال لهم بالحق بالحق نقول لكم ماشي موسى اللي أعطاكم الخبز من السماء، لكن بويا كيعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، حيث خبز الله هو اللي كينزل من السماء وكيعطي الحياة للدنيا. وقالوا له اليهود يا رب أعطينا هذا الخبز، وقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، اللي يجي لعندي عمره ما يجوع، واللي آمن بيا عمره ما يعطش. احنا شفنا وسمعنا بين الرب يسوع وحده اللي قادر يشبع جوعنا الروحي ويطفي عطشنا الروحي، حيث قال في موضع آخر جسدي هو ماكل حقيقي ودمي هو شراب حقيقي، اللي يأكل جسدي ويشرب دمي عنده حياة الآخرة. العرضة باش عرض الله للمخلوقات على فم عبد إشعيا كملت في يسوع المسيح. الله سبحانه كيحب يعطي هذا الخبز وهذا الماء باطل بلا دراهم. الله كيحب يعطينا الحليب القوت الحقيقي باطل، والخبز والخمر رمز الفرحة الحقيقية باطل. الله كيحب يتفاهم مع بنادم ياك ما يسمع ويرجع في راسه، كيقول علاش كتخسروا الدراهم في ذاك الشي اللي ما هو شي قوت، وتعبكم في اللي ما كيقنعش. عجب كيف بنادم موجود يخسر دراهمه وجهدو في ذاك الشي اللي ما كيشبعش ويقنع وكان، لكن في ذاك الشي اللي كيضر وما كينفعش. بنادم موجود يتبع الذنوب والملاهي ديال هاد الدنيا ويخلص عليهم بدراهمه وجهدو، وكيعرف بين الذنوب كيضر وما يجيش لعند الله ويقبل باطل القوس الحقيقي والقناعة الحقيقية.
شكون يقدر يكذب في هاد الأمور؟ بين بنادم كيحب اللي كيضره وموجود يتعب عليه ويخلص عليه وما يقبل شي اللي ينفعه ويقنعه، بعد ما الله موجود يعطينا كل شي اللي مليح باطل. الله كيزيد ويقول في رحمته: ميلوا ذنكم واجيوا لعندي وتصنسوا وتحيا روحكم. هاد الشي كيزيد يفكرنا في العرضة ديال الرب يسوع منين قال: اجيوا لعندي يا جميع المتعوبين والمتقلين بالأحمال وانا نعطيكم الراحة. الله قال: ونعمل معكم عهد دائم الرحمات الثابتين لداود. الرب يسوع قال: اللي كيأمن بيا عنده حياة دائمة، واللي كيسمع بكلامي وكيأمن باللي صيفطني عنده الحياة الدائمة. وزاد قال: واللي هو حي ومؤمن بيا ما يموتش أبدا. أمور الله معطاته مع الدوام، وكذلك عهده هو دائم. المراحم الثابتين لداود هم المراحم للمسيح، حيث المسيح هو ابن داود، والمسيح مسمي في العهد القديم داود. الله قال: أنا أعطيت الشاهد للقوم. وفي الرؤيا ديال يوحنا فصل 1 آية 5 المسيح كيتسمى الشاهد الصادق البكر من الميتين، رئيس ملوك الأرض اللي حبنا وصلنا من ذنوبنا في دمه وجعلنا ملوك وكاهنين لله أبوه، له المجد والملك على الدوام ديما آمين. ويشعيا زاد وقال: بين المسيح يكون حاكم وقواد للشعب. المسيح هو اللي ماشي يحكم هذه الدنيا منين يجي في عزه مع ملائكته القديسين، وهو اللي ماشي يقود العالم، وكيحب دابا يكون قوادنا وحاكمنا. من صاب كل واحد فينا يقبل عرضته العجيبة ويجي يشرب الحليب والخمر باطل ويستلذ بالخيرات اللي قادر وحده يعطيهم. من صاب نفطنو ونفهمو بين كان خسرو دراهمنا على ذاك الشي اللي ما كيشبعش، وتعبنا في ذاك الشي اللي ما كينفعش. علاش جعلوا الجنوس وخموا القومان في الباطل؟ قاموا ملوك الأرض وتشاوروا الحكام مع بعضهم على الرب وعلى مسيحه، قالوا: نهرسوا قيودهم ونسيبوا علينا ربطاتهم. الساكن في السماوات كيضحك والرب كيتنز عليهم ويتكلم معهم في سخطو ويقهرهم بغضبه. وما أنا دهنت ملكي على صهيون جبل قدسي، أنا نخبر بالظاهر ذا الرب. قال لي: انت ابني، أنا اليوم ولدتك، طلب مني ونعطيك الجنوس ورتك وطراف الدنيا ملكك. تهرسهم بقضيب الحديد بحال ماعون الفخار تدقدقهم. ودابا يا الملوك كونوا بعقولكم، تأدبوا يا قضاة الأرض، عبدوا الرب الخوف وفرحوا بالرعدة. بوسوا الإبن عندك يغضب وتفناه من الطريق منين يشعل غضبه في قريب. مبروكين جميع المتكلين عليه. هذا الكلام اللي عاد قريت هو مرفوض من كتاب المزامير اللي كيقولوا له العرب الزبور ديال سيدنا داود. يمكن كل الناس معناه بين كين واحد الكتاب مسمي كتاب الزبور، كتبوا سيدنا داود بالروح القدس. حيث سيدنا داود كان نبي، كل ما قالوا في كتاب الزبور قالوا بالروح القدس. في هذا المزمور الله بين لداود بروحه القدس كيف ملوك الأرض وحكامها ماشي يجعروا ويغوغوا ويخمموا في الباطل ويقوموا ضد الله وضد مسيحه ويحبوا يسيبوا فرائده وشرائعه اللي هما الرباطات. الله أعطى البنادم شرائع وفرائض ووصايات باش يربط بنادم في الحق، لكن بنادم ما بغاش يطيع لله ولا يقبل القوانين ديالو. داود قال بالروح القدس بين الملوك والحكام قاموا ضد الله وضد مسيحه. كلنا كنثقوا بالله، لكن كنخاف الكثير فينا عمرهم ما سمعوا بالمسيح. العرب كيسميوا المسيح عيسى ابن مريم. عيسى المسيح هو الملك اللي ماشي ينزل في تأخير الزمان باش يحكم الدنيا بالحق والعدل. المسلمين كيتيقوا بأن المسيح ماشي ينزل ويحكم على الدنيا كلها. في أيامه الديب ماشي يسرح مع النعجة والثور مع السبع ياكلوا التبن في مدود واحد، والصبي ماشي يلعب في غار الحية، وفي أيامه ما يكون ضرار في الأرض حيث معرفة الله ماشي يتعمر الأرض كما كيعمروا المياه البحار. في أيامه كنقراو بأن الجنوس ماشي يطرقوا سلاحهم سكك باش يحرجوا، ومناجل باش يحصدوا، وما باقي شي يرفد جنس على جنس السلاح ولا يتعلموا الحرب. في الأيام فاش ماشي يحكم المسيح ماشي يكون السلام الشامل الكامل على ذاك الشي الأنبياء كيسميو المسيح رئيس السلام. في هاد الساعات الدنيا كلها كتوجد للحرب. الجنوس اخترعوا آلات ديال الحرب باش يخربوا العالم في رمشة العين. كل الناس معنا بالقنبلة الذرية وبالصواريخ وبآلات رهيبة للحرب.
الجنوس كلها خايفة وحيرة، وشكون فينا اللي ما يطلب شي من قلبه ويقول يا الله صفة المسيح رأي السلام باش يفك الدنيا من الخوف والعبودية. بالحق المسيح ماشي ينزل حيث علامات مجيه ظاهرين، اليهود كيتسناو يجي ويفكهم وما كيحبوش يتيقوا بين المسيح ديالهم جا هذه 2000 سنة باش يفدي ويخلص ذنوب العالم كما قالوا الأنبياء ديالهم. المسلمين كيتيقوا بين السيد المسيح جا هذه 2000 سنة وبين ماشي عاود ينزل مرة أخرى يحكم، لكن مع الأسف ما كيتيقوش بين المسيح في مجيه الأول مات فدية عليهم وعلى العالم كله. المسلمين كيحبوا المسيح وكيحترموه وكيعرفوا بين مريم العذراء ولدته بلا آب وبين معمل معجزات اللي ما عملهم حد، كيقولوا بين ما مات شي حيت كيحبوه، وكيظنوا بين واحد اللي حيا الموتى ما يقدر يغلب عليه حد ويقتله. لكن المسيح مات ماشي حيت كان ضعيف وغلبوا عليه اليهود، لا، المسيح كيقولوا لنا الأنبياء بين جاء أول الدنيا باش يفدي الخطاة. موت المسيح كتبين محب الله للعالم. الإنجيل كيقول المسيح التقي مات في عود الظالمين باش يقربنا لله ويصالحنا معاه. موت المسيح فيها الشفاء ديال جميع المخلوقات. الله بفضله صفة المسيح رحمة للعالم باش يخلص علينا ذنوبنا ويفكنا من يد إبليس. الشيطان هو ضد الله وضد خير المخلوقات، وهو اللي كيخوض أفكار الناس بحال اليهود ويقول لهم المسيح مازال ما جا، وكيعمي عقول أخرين ويقول لهم المسيح ما ماتشي. الشيطان ما كيحبش ضوء الإنجيل يشرق على عقول الناس باش يتوصلوا بالتوبة والغفران. الشيطان هو اللي كيجعل الملوك والحكام يقوموا ضد الله وضد مسيحه باش ما يطيعوش. لكن الله قال على فم داود عبده بالروح القدس الساكن في السماوات يضحك، الرب يتنز عليهم يعني على الجنوس بحال الروسيا اللي كيظنوا يغلبوا الله ويغلبوا ملكه يسوع المسيح. الله كيقول بين ماشي يتكلم مع الأمم في غضبه ويخوفهم بغيظه. الله قال للمسيح أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يمكن شي من اللي كيتسنتوا يقولوا حاشا وكلا، الله ما عنده ابن والله ما كيولد شي. بالحق الله ما عنده ابن ولا كيولد كيف البشر. الله منزه على الشريك والشبيه والمثيل والزوجة. نزيد نكرر، الله ما كيولد شي وما هو شي مولود. المعنى هي بين المسيح هو كلمة الله وجعل عذراء تولدوا بلا آب، والغرض علاش تولد من العذراء هو باش يموت فدية وباش جميع اللي كيآمنوا به يتسموا أولاد الله اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خطر الجسد ولا من خطر الإنسان لكن من الله. ودابا خلينا نسمعوا النصيحة ديال الله على فم عبد داود. بوسوا الإبن يعني تيقوا به، آمنوا به، زوقوا فيه عندك يغضب وتفناوا من الطريق حيث في قريب يشعل غضبه. مبروكين جميع المتسكلين عليه. واش بستوا الإبن يسوع المسيح؟ يعني واش كتزوقوا فيه؟ واش كتثقوا به؟ واش كتآمنوا به؟ تفكروا بين هو ما جي يحكم في قريب. على ذاك الشي كيقول غضبه ماشي يحمى في قريب، وجميع اللي ما كيآمنوش به يفناوا من الطريق. الله يجعلنا من هذوك اللي هربوا لعنده وزوقوا فيه لنجا نفوسهم. آمين. يسوع يقبل المذنبين برحوبي في الأرض كلها باش يسمعوا العصيين واللي تالفين من الله عودوا كلام الله. يسوع يقبل المذنبين برحوبي في الدنيا، يسوع يقبل المذنبين. سمعوا اش قال هذا اللي كيقبل المذنبين يسوع المسيح ابن الله. سيدنا داود كتب عليه في المزمور 22 هذه الكلمات قبل ما جاء في الجسد: إلهي إلهي علاش خليتيني؟ علاش انت بعيد على نجايا على كلام تنهيدي؟
إلهي في النهار كان غوص وما كتجاوبش، في الليل كان عيط وما عندي راحة، ونسى القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك تكلو جدودنا تكلو وعتقتيهم، ليك غوصوا ونجاو عليك تكلو ما تخزاوش. أما أنا دودة عند بنادم، عار عند البشر ومحقور عند الشعب، جميع اللي كيشوفوني كيتنزعوا عليا، كيحلوا شواربهم وكيهزوا الراس وكيقولوا هو تكل على الرب خليه ينجيه، يفكو حيت فرح به. لكن انت جبتيني من البطن، جعلتيني مأمن على تبزاز الأمي، عليك تسيب اسم الرحم من بطن أمي، انت إلهي لا تبعد شي عليا حيت الضيق قريب وما كاين من يعاون. هاد الكلمات قالهم داود على سيدنا عيسى المسيح قبل ما جا لهاد الدنيا، وهاد الشي كله وفا في المسيح يسوع منين تعلق على الصليب وعطى نفسه ذبيحة على جميع المخلوقات. الله يعاوننا نآمنوا به. يسوع يقبل المذنبين، القبيح فيهم أنا، دابا احنا ناجيين معاه ندخلوا للجنة. عاودوا كلام الله، يسوع يقبل المذنبين، ارحوا به في الدنيا. يسوع يقبل المذنبين، يسوع يقبل المذنبين، هو جا باش يعتقنا، إذا نهربوا لي عنده هو قادر ينجينا. عاودوا كلام الله، يسوع يقبل المذنبين، فرحوا به في الدنيا. يسوع يقبل المذنبين. سمعوا يا السماوات وتصنت يا الأرض، حيت الرب كيتكلم. ربيت ولاد ونشأتهم، أما هما غوغوا عليا. الثور كيعرف مولاه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل ما كيعرفش، شعبي ما كيفهمش. الويل للأمة العاصية، القوم المتقل بالذنوب، نسل فاعلين الشر، الولاد الفاسدين، سمحوا في الرب وحقروا قدوس إسرائيل ورجعوا للوراء. هذا الكلام اللي سمعنا كتبه النبي يشعيا على قوم بني إسرائيل. الكلام اللي سمعنا سهل وما يحتاج تفسير، لكن خليني نتكلم معكم شوية على الآيات الثلاثة الأولين. الله سبحانه كيعيط للسماوات والأرض باش يسمعوا ويصغاو، وقال أنا ربيت ولاد ونشأتهم لكن هما غوغوا عليا. هذا الكلام ما هوش اليهود وحدهم، هو الجميع بنادم، كلنا مخلوقة الله وعمل يديه، وكلنا غوغنا عليه بكيفية أو أخرى. والله سبحانه زاد وقال الثور كيعرف مولاه والحمار مدود صاحبه، أما إسرائيل ما كيعرف شي، قومي ما عنده معرفة. حيث الله سبحانه عظيم كنظنه بين ما كيتنبهش الأمور الصغار والعاديين اللي كنتنبهوا ليهم حنا. الله سبحانه كيقول بين الثور حيث كيتسانس بمولاه كيولي يعرفه، وكذلك الحمار كيعرف مدود صاحبه. خليني نعاود لكم واحد الحكايه اللي شفت بعيني وانا مازال ولد صغير، كتفكرني في هذا الشيء اللي عاد قريت، كيف الحمار كيعرف مدود صاحبه. دارنا كانت قريبه لسور المدينه، وكانت حدانا رواه ديال جارنا فاش كان كيربط بهايمو. واحد الليله جاوا السراق وضربوا النقبه في السور وسرقوا الحمار والثور ديال دار جارنا، ديال ذاك جارنا. فات وقت كتير، واحد النهار مول البهايم كان في سوق الحمير وعقل حمارو كينباع، قرب لعند مولاه وقال له هذا حماري تسرق لي هذه كذا. الاخر قال له انا شريته في الجبل. الحاصل تزايدوا في الكلام ووصلوا لعند الباشا، تكلم مول الحمار وقال للباشا يا سيدي هذا حماري نسرق لي هذه كذا، ودابا يا سيدي باش يثبت كلامي خلينا نطلقوا الحمار من السوق ونشوفوه لين يمشي.
إذا هو عقل على الرواف اش كان كيتسربط تعرف بين هو حماري وعملوا كذلك تلقوا الحمار والحمار مشى مقود حتى وصل للرواف اش كان كيتسربط البهايم مازالين بعقلهم وبنادم اللي خلقوا الله عقل من البهايم باش يحكم عليهم ما بقالوا عقل علاش حيت بنادم عاصي الله والذنب كيعمي ودابا الله كيعرض علينا نرجعوا لعندو ويقول وكيقول اذا كانوا ذنوبكم بحال القرمز يبيضوا بحال الثلج واذا كانوا حمر بحال العكار يبيضوا بحال الصوف والحمد لله الانجيل كيقول دم يسوع المسيح ابن الله كيطهرنا من كل اثم وفي الرؤيا كنقراو بين يسوع المسيح والشاهد الصادق البكر من الميتين ورئيس ملوك الارض اللي حبنا وغسلنا من ذنوبنا في دمه وجعلنا ملوك وكاهنين لله به له المجد والقدره على الدوام ديما امين. كنقراو في العهد الجديد يعني كتاب الانجيل بين كاين اله واحد ووسيط واحد بين الله وبين الناس الانسان يسوع المسيح اللي اعطى نفسه فديه على الجميع شهاده في اوقاتها الخاصه. كلنا كنتوافقوا بين ما كاين غير اله واحد لكن ما نعرف واش نقدروا نتوافقوا بين كاين غير وسيط واحد. كاينين ديان كتار في العالم وكل دين عنده وسيطه لكن جميع الوسطاء اللي بدعهم البشر ما ينفعوش. الوسيط الوحيد اللي يقدر ينفع البشر هو الوسيط اللي عينه الله. في كتاب العبرانيين كنقراو هذو الكلمات على ذاك الشيء هو قادر ينجي حتى التمام يعني يسوع المسيح اللي يقربوا لله به حيث هو حي ديما يشفع فيهم حيث واحد رئيس الكاهنين مثل هذا كيليق بنا حيث هو قدوس بلا عيب ولا نجاسة مفروق من المذنبين ولا أعلى من السماوات. صدق الوسيط اللي يليق بنا هو يسوع المسيح. علاش؟ في الأول حيث هو قدوس ما نقدروش نسميه بنادم قدوس الله وحده هو القدوس. وعلاش حتى المسيح كيتسمى قدوس؟ حيت المسيح هو كلمة الله ابنه وما عنده آب من البشر ومريم حبلت به من الروح القدس. ثانيا بلا عيب المسيح وحده اللي يقدر يوقف قدام اليهود ويقول لهم أشكون يقدر فيكم يتبت في يد ذنوب. المسيح اللي وحده بلا ذنوب لكن البشر كله مذنب. ثالثا بلا نجاسة داود بنفسه قال في المعصية تصورت وفي الذنب حبلت بي أمي لكن المسيح حبلت به مريم بالقوة الروح القدس. على ذاك الشيء المسيح كيتسمى قدوس الله والقدس هو عكس المنقوس. جميع البشر تصور في الذنب من غير المسيح. رابعا مفروق من المذنبين بعد ما تمشى في وسطهم ما كانش كيفهم وعديانوا بنفسهم شهدوا وقالوا ما صبنا فيه ذنوب وتعجبوا في الكلام الكريم اللي كان كيخرج من فمه. خامسا ولا أعلى من السماوات جميع البشر من آدم حتى لموسى حكمت عليهم الموت وكلهم مازالين في القبر كيتسناو يوم البعث لكن المسيح مات على مسبة ذنوبنا كما كيقولوا الكتب وقام النهار الثالث من الموت كما كيقولوا الكتب ومن بعد ترفع وهو دابا على يمين الله حي كيشفع فينا. هذا هو الوسيط الحقيقي والله سبحانه عين شفيع لجميع المخلوقات. كنقراو في إنجيل يوحنا بين منين يسوع المسيح تعمد وطلع من الماء السماوات انفتحوا وروح الله نزل عليه في صفة الحمامة وجاء الصوت من عند الله كيقول هذا هو ابني الحبيب اللي به كنفرح سمعوا له. حمدك يا الله على يسوع ربنا ابنك اللي مات وترفع للسماء. الحمد لله المسيح
مات على ذنوبنا الحمد لله المسيح من الموت عاود حياة على قبال ما أناش حشمان بإنجيل المسيح لأنه هو قوت الله لنجال كل واحد اللي يأمن لليهودي أولا ومن بعد لليوناني حيث فيه مبينة تقوى الله من الإيمان للإيمان كما هو مكتوب التقي بالإيمان يحيا أنحمدك يا الله على الروح اللي نعطى اللي ورانا حالتنا ومناجينا الحمد لله المسيح مات على ذنوبنا الحمد لله المسيح من الموت عاود حيا الحمد والمجد لله الرحمن اللي فدانا وردنا لطريق الإيمان الحمد لله المسيح مات على ذنوبنا الحمد لله المسيح من الموت عاود حياة كان قرأوا في الرسالة للروما كلهم ذنبوا وما دركوا شي مجد الله وحنا بارين باطل بنعمته بالفدياء اللي في يسوع المسيح اللي جعلوا الله يكون كفارة بالإيمان بدمه باش يبين تقوته على مسبت غفران الذنوب الفايتين في صبر الله باش يبين تقوته في هذا الوقت باش يكون باري ويبري كل من كي آمن بيسوع كنرجع بين كلنا فهمنا المعنى ديال هذا الشيء اللي قرينا هذا التهليلة كنقولوا نحمدك يا الله على يسوع ربنا ابنك اللي مات وتصرف على السماء كيف ما نحمدوش الله حيث صفت ابنه الوحيد باش يرفد ذنوبنا وباش يخلص علينا هذاك الشيء نقدروا نقولوا ما احناش حشمانين بإنجيل المسيح حيث هو قوت الله للنجاة وقبل ما نقبلوا المسيح خصنا أولا نعرفوا بين كلنا ذنبنا وكلنا ما دركنا شي مجد الله ونقدروا نتبرعوا باطل بالنعمة ديالو بالفدية اللي في يسوع المسيح آمين أحلى للمؤمنين الاسم ذي المسيح الاسم العزيز عندنا في كل وقت مالي كيسلينا في وقت الحزن كيشجع خاطرنا كيداوي جرحات الذنوب كيسلي قلوبنا يا السامعين واش عمركم سمعتوا بين كاينين الناس اللي خلقوا مره ويموتوا زوج المرات وكاينين اللي خلقوا زوج المرات ويموتوا مره وكاينين اللي خلقوا زوج المرات وعمرهم ما يموتوا يمكن هذه مشكله صعيبه شويه للفهم وقليل اللي يقدر يفسرها خليني نفسرها لكم يسوع المسيح قال نيقوديموس اذا ما يخلقش الانسان المره الثانيه ما يقدرش يشوف ملك الله كلنا خلقنا مرة من آدم وفينا طبيعة الطايحة وبهذه الطبيعة ما نقدرش ندخلوا للملكة الله من غير إذا تجددنا هذا الكلام اللي قال يسوع لنيقوديموس إذا ما يتسولش الإنسان المرة الثانية ما يقدرش يدخل للملكة الله اللي خلقوا مرة ويموتوا زوج المرات هم الناس اللي ما كيأمنوا شي بيسوع المسيح هذو يموتوا زوج المرات
المرة الأولى هي الموت العادية اللي كنشوفوها كل يوم، والموت الثانية هي جهنم. على ذاك الشيء يسوع المسيح قال لا تخافوا شي من اللي يقتل الجسد وكان ومن بعد ذاك الشيء ما عنده ما يعمل، لكن خافوا من اللي يقدر يقتل النفس والجسد. في الرؤية دي يوحنا كنقراو هذا الكلام، مبروك ومقدس اللي عنده حقه في القيامة الأولى. هذو الموت الثانية ما عندها عليهم قدر، لكن يكونوا كاهلين لله والمسيح ويحكموا معاه 1000 عام. واللي يخلقوا زوج المرات وعمرهم ما يموتوا هم المؤمنين اللي يجي المسيح في حياتهم على الأرض قبل ما يموتوا ويبدل أجسادهم ويخطفهم معاه للسماء. كنقرأوا في الرسالة لتسالونيكي الفصل الثانية الفصل 4 آية 13-15، وما نحبكمش تتغشموا يا الخوت من جهة هذوك اللي ناعسين باش ما تحزنوش بحال الباقين اللي ما عندهم رجاء، حيث إذا كان آمنوا بين يسوع مات وقام كذلك اللي راقدين في يسوع ماشي يحضرهم الله تاني معاه. حيث حنا كنقولوا لكم هذا الشيء بكلام الرب، بين حنا الحيين الباقيين حتى المجيل الرب ما نسبقوش الراقدين، حيث الرب نفسه بصوص الفرحة بصوص رئيس الملائكة وبوق الله ينزل من السماء والميتين في المسيح يقوموا في الأول، وحنا الحيين الباقيين نتخطفوا كلنا معهم في السحوب باش نتلاقوا الرب في الهواء، وهكذا نكونوا ديما مع الرب. على ذاك الشيء سليوا بعضكم بعض بهذا الكلام. وشفتوا فين كيقول بين هذوك اللي خلقوا زوج المرات ما يموتوش بالكل؟ كيقول حنا الحيين الباقيين نتخطفوا كلنا معهم في المجد. عقل بين اللي خلقوا بطبيعة آدم الأولى وما خلقوش المرات الثانية يموتوا زوج المرات في الدنيا وفي الآخرة، واللي خلقوا زوج المرات ويموتوا غير مرة هم المؤمنين بالمسيح اللي يموتوا قبل مجيه، واللي خلقوا زوج المرات وعمرهم ما يموتوا هما هذو المؤمنين اللي يرجع المسيح في حياتهم قبل ما يموتوا. كنرجع الله بين كلنا نكونوا من هذوك اللي كيآمنوا بالرب يسوع ويجي يعبيهم قبل ما يموتوا. آمين. يا اللي بالذنوب مظلوم الرحمة موجودة، إذا تقبل المخلص يعطيك في الحين النجا. أجي تيقو تيقو هاد الساعة، هو قادر ينجيك من الذنوب يسوع مناجينا. أعطى يسوع حياته وخلص ذنوبك، ثق به اليوم بكل قلبك وتشوفه في الجنة. غير تتيقو غير تتيقو تيقو هذه الساعة، هو ينجيك من الذنوب يسوع مناجينا. وافتح بطرس فمه وقال بالحق كنشوف بين الله ما عنده وجهيات، لكن في كل أمة الإنسان اللي كيخافوا كيعمل التقوى هو مقبول عنده. الكلام اللي صفته الله لبني إسرائيل كيخبر بالصلح بيسوع المسيح، هذا هو رب الجميع. انتم كتعرفوا الأمر اللي كان في بلاد اليهودية، بدأ من الجليل بعد من المعمودية اللي برح بها يوحنا على يسوع اللي من الناصرة، كيف دهنوا الله بالروح القدس والقوة اللي ساح كيعمل الخير وكيشفي جميع المعذبين بإبليس حيث الله كان معاه. يسوع هو الطريق والحق اللي كيدي لله، إذا تثق به من كل قلبك تسكن معاه عند الله. غير تتيقو غير تتيقو تيقو هذا الساعة، هو ينجيك من الذنوب يسوع مناجينا. أجي هو اللي مع قومه وتبع طريق الله، وتسكن في الجنة مع ابنه يسوع مناجينا.
غير تتسيقوا غير تتسيقوا سيقوا هذا الساعة هو ينجيك من الذنوب يسوع مناجينا وإحنا شهود بكل معمل في بلاد اليهودية وفي أورشليم اللي تاني قتلوه وعلقوه على واحد الخشبة هذا قيم الله النهار الثالث وأعطاه بيكون ظاهر ماشي لجميع الشعب لكن الشهود اللي اختارهم الله من قبل لنا احنا اللي كلنا وشربنا معاه من مورا مقام الميتين وصلنا نخبروا الشعب ونشهدوا بين هذا هو المعين من عند الله قاضي على الحيين والميتين ليه كيشهدوا جميع الأنبياء بين كل واحد اللي آمن به ينال باسمه غفران الذنوب رأي الدرب ما هيش قصيرة باش تنجي ولا أذن ثقيلة باش تسمع لكن ذنوبكم ولاو فارقين بينكم وبين إلهكم ومعاصيكم ستروا وجهه عليكم حتى ما كيسمعش حيث يديكم تنقسوا بالدم وصبعكم بالإثم شواربكم كيتكلموا بالكذوب ولسانكم كيلهج بالشر ما كاينش اللي كيفتش على العدل ولا كيحكم بالحق كيتكلوا على الباطل وكيتكلموا بالكذوب حبلوا بالتعب وولدوا الإثم فقصوا بيض الحية ونسجوا خيوط العنكبوت اللي يأكل من بيضهم يموت واللي تتهرس تخرج لفعة خيوطهم ما يوليوش يتوب ولا يتكساوا بأعمالهم أعمالهم أعمال الإثم وعمل الظلم في يديهم رجليهم كيجريوا للشر وخفاف باش يسيلوا الدم الزكي تخميماتهم تخميمات الذنوب في طريقهم الغصب والسحق طريق السلام ما كيعرفوهاش وما كاين في مسالكهم عدل عملوا لنفسهم طرقان معوجين كل من يمشي فيهم ما يعرفش السلام على ذاك الشي الحق بعد علينا والعدل ما دركناشي كانت سنو الضوء وهاد ظلام الضياء وكانت مشاو في ظلام غارق كان دردسو على الحيط بحال العومي وكان دردسو على بحال اللي ما عنده عينين عثرنا في وسط النهار بحال في الظلام في الضباب بحال الموتى كان زهرو كلنا بحال الضب وكان هدرو بحال الحمام كانت سنو العدل وما كاينشي والنجا بعد علينا حيث معاصينا كترو قدامك وذنوبنا شاهدين علينا حيث معاصينا معانا وذنوبنا كنعرفوهم تعدينا وكذبنا على الرب وحيدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم والمعصية حبلنا ولهجنا من القلب كلام الكذوب والحق رجع للوراء والعدل وقف من بعيد حيث الصادق طاح في الزنقة والسقاد ما قدرش يدخل ولا الصدق معدوم واللي كيبعد على الشر كيتحوس وشاف الرب ذاك الشي وما عجبو حال حيث ما كاين عدل وشاف بين ما كاين إنسان وحار حيث ما كاين شفيع ودرعو فكلو وتقوتو سندتو ولبس التقوى بحال الدرع وخوذة النجاة على راسو ولبس كسوة الانتقام كسوة ولبس الغيرة بحال الردة على حسب الأعمال هكذا يجازي اللي كيبغضوه بالسخط ويعاقب عديانه يجازي الجزيرات ويخافوا اسم الرب من المغرب ومن شروق الشمس مجدو منين يجي العدو بحال الواد نفخت الرب تدفعو ويجي الفادي لصهيون والتائبين من المعصية في يعقوب كيقول الرب أما أنا هذا عهدي معهم كيقول الرب روحي اللي عليك وكلامي اللي عملت في فمك ما يزول شي من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك كيقول الرب من دابا وعلى الدوام تفكروا بين الفادي جاي نجي في الأول شعب إسرائيل وحيث رفضوه الله أعطاه للي يقبلوه من الأمام آمنوا بالرب يسوع المسيح وزنجاو آمين روح السيد الرب عليا حيث الرب دهني باش نبشر المساكين بخبر الخير صفتني نجبر مهرسين القلوب
باش نبرح للمسبيين بالسراح والمساجين بالطلوق، باش نبرح بالعام المقبول عند الرب وبيوم الانتقام، وباش نعزي النايحين، باش نجعل النايحين في الصهيون، باش نعطيهم الجمال في عود الرماد، ودهن الفرحة في عود النواح، ورد الحمد في عود الروح الحزنة، ويتسماو شجر التقوى غرس الرب للتمجيد. كتاب إشعياء النبي كيتسمى إنجيل العهد القديم، شي كيظنوا بين العهد الجديد وحده فيه الإنجيل والنعمة. الحمد لله نعمته ورحمته كاينين حتى في العهد القديم. والنبي إشعياء كشف على واحد اللي دهنوا الرب باش يخبر المساكين بخبر الخير، ويجبر مهرسين القلوب، ويحرر المساجين، ويبرح بالعام المقبول عند الرب، ويعطي للحزنين الفرحة. هذا الشخص هو يسوع المسيح، وهو بنفسه كنقراو عليه في إنجيل لوقا فصل 4 بين قال هذه المكاشفة هي عليه. كنقراو ودخل الجامع بحال عادته يوم السبت، وقام يقرأ ودفعوا له كتاب إشعياء النبي، ومنين فتح الكتاب ساب الموضع فاش كان مكتوب هذا الشيء اللي عاد قرينا. وحيت المسيح عاود ذاك الشيء حتى حنا نعاودوه مرة أخرى. اسمع اش قال: روح الرب عليا حيث دهني باش نبشر المساكين بخبر الخير. وخبر الخير هو الإنجيل. قال: صيفطني نشفي مهرسين القلوب. باش كاين شي خبار بحال هذا أو أحسن منه؟ وزادو قال: باش نخبر المساجين بالطلوق، والعومي بالبصار، ونحرر المسحوقين، ونخبر بالعام المقبول عند الرب. وطوال الكتاب ونزلو. إذا رديتو البال المسيح ما قراش الجملة كلها، خلى حاجة ما قالهاش. ما قالش نخبر بيوم الانتقام، يعني الحسيفة، حيث ابن الإنسان ما جاش يهلك نفوس الناس، ما جاش ينتقم منهم. هذا وقت النعمة، هذه 2000 سنة والله كيخبر الناس بخبر الخير على يد عبيده. دابا خصنا نعرفوا بين حنا مسجونين وحاصلين في الدبليس الجبار. جميع النواح والبكاء والحزن والظلم والعذاب هما من إبليس الظالم. والحمد لله الرب يسوع جاء باش يهدم عمل إبليس ويحررنا من يده. وكتعرفوا شحال الرب يسوع خلص على هذه الحرية؟ ما خلصش بالذهب أو النقرة أو الياقوت، خلص بحاجة أعظم وأغلى وأعلى من هذا الشيء كله. خلص بموته، منين تعلق على الصليب وقاسى وتألم وتعذب ورفض العار والحشومة والخزية الواجبين عليا وعليك، وسيل دمه الكريم باش يطهرك ويطهرني من كل عيب. واش كاين شي خبار اللي يتقاد مع هذا؟ أبدا. ما كاينش شي خبار بحال خبار الإنجيل، وهو أخبار الغفران والصلح مع الله، هو أخبار الحرية والاستقلال من إبليس. وبعد ما مات المسيح وبقى في القبر 3 أيام، قام النهار الثالث وغلب على إبليس وهرس قوته، وقام يخبرنا بالحرية والطلوق والعام المقبول عند الرب. ودابا هو مرفوع على يمين العظمة في السماء، وفي قريب ماشي ينزل باش يعبي قومه ويهدن أرضنا المهولة المخوضة الحزنة. تعال يا رب يسوع، نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميع السامعين. آمين. وما أحلى للمؤمنين الاسم ذي المسيح، الاسم العزيز عندنا في كل وقت مالي. كيسلينا في وقت الحزن، كيشجع خاطرنا، كيداوي جرحات الذنوب، كيسلي قلوبنا. ربنا يسوع راعي مليح، صادق ومناجي، رب
بالأرباب في السماء والأرض اسمه عزيز عندي بين غير وجهك يا الله في الضيق كل ما جاء عمر لي قلبي بالإيمان غير بك نكون قانع. غادي نقرأ معكم المزمور 23. سيدنا داود قال الرب هو الراعي ديالي ما يخصني حتى شي، للمرعات الخضر كيقودني والمياه الراحة كيعبيني، كيقنع نفسي كيقودني في طرقان تقوى على مسبت اسمه. ثاني إذا مشيت في سهب ظل الموت ما نخاف حتى من شي، حيث انت معايا، عصاتك وعكازك كيعزيوني، وجدتي ميدا قدامي قبالت عدياني، دهنتي بالزيت راسي كاسي فايض، بالحق الخير والرحمة يتبعوني جميع أيام حياتي، ونسكن في دار الرب على الدوام. من صعب كلنا نقدروا نقولوا بحال داود بين الرب هو الراعي ديالنا. إذا الرب الحق هو الراعي ديالنا حتى حاجة ما تخصنا، حيت هو الراعي المخير اللي كيعرف ذاك الشي اللي كيصلاح للخرفان ديالو. الراعي كيدي الغنم ديالو للمرعات الخضر، كيديهم المياه الراحة، كيقنع نفسهم وكيقودهم في طرقان التقوى على مسبت اسمه. يا الرب أشكون يسكن في مسكنك وشكون ينزل في جبل قدسك؟ اللي كيتمشى بالكمال واللي كيعمل الحق وكيتكلم بالصدق في قلبه، اللي ما كيقرطش بلسانه ولا كيعمل الشر لجاره ولا كيقبل المعيار في صاحبه، والرذيل محقور عنده كيوقر خايفين الرب، يحلف للضرار وما يغيرش، ماله ما يعطيه شي بالطلع ولا ياخذ الرشوة على التقي، اللي كيعمل هذا الشي عمره ما يتزعزع. داود كيسأل ويقول شكون يقدر يسكن في مسكن الرب وشكون يقدر ينزل في جبل قدسه. كنقراو في التورات بين الله هو عافية كتاكل، وإشعياء كيقول شكون فينا اللي يقدر يسكن مع العافية اللي كتاكل، وشكون فينا يقدر يسكن مع الحريقة الدائمة. وكيزيد يقول اللي كيتمشى بالحق وكيتكلم بالصدق واللي كيحقر كسب الظلم واللي كينفض يدو من قبيض الرشوة واللي كيشد ودنيه باش ما يسمعش الدم وكيغمض عينيه باش ما يشوفش الشر، هذا يسكن في المواضع العاليين، حصون الجبال مسكنو، خبزوت نعطالو ومياه مضمونة. أشكون فينا اللي فيه هذه الأوصاف وعمل هذه الأمور؟ كلنا جينا ناقصين في هذا الشيء كله اللي سمعنا، وما نقدروش نسكنو في حضرة الله، حيث هو عافية وحنا تبن يفنينا، وحيث لابد نوقف قدامه ونعطيه القصاص على كل ما عملنا في هذا الأرض، خصنا نفتشو كيف نمنعو من يده. الحاصل ما كاين هروب من الله ولا فين تخبعو منه. على هذا الشيء خصنا نفتشو على الرحمة، والرحمة موجودة إذا نستقروا بذنوبنا ونتوبوا منهم. سمعش كيزيد يقول إشعياء النبي كلنا ولينا بحال المنقوس وبحال قداور العدا جميع أعمال تقوتنا، وتبالينا بحال الورقة وذنوبنا كيعبيونا بحال الريح، وما كاينش اللي كيعيط على اسمك أو كيرد البال باش يشبر فيك، حيث درقتي وجهك علينا ودوبتينا بسبب ذنوبنا. ودابا يا ربي نسابونا حنا الطين وانت صنعنا وكلنا عمل يديك، لا تسخطشي بسخطك كله يا ربي، ولا تتفكرشي الذنوب على الدوام، شوف كلنا قومك. إذا نقربوا الله ونقولوا من قلوبنا كما قال إشعياء، الرحمة موجودة، وهذا الرحمة ظهرت في يسوع المسيح ابنه، هذا اللي عاش كيف واجب حيث هو وحده اللي تمشى بالكمال حيث كان كامل، هو وحده اللي تكلم بالصدق وقال الحق في قلبه حيث هو الحق،
هو وحده اللي عمره ما قرط بلسانه ولا عمل الشر لجارو، هو وحده اللي رفد معيارنا، هو وحده اللي شدو دنيه باش ما يسمعش الشر. هذا اللي وحده يقدر يسكن مع الحريقة الدائمة وما ينحرقش حيث ما فيه ذنوب. والإنجيل كيقول هو اللي ما عرف ذنوب جعلوا الله ذنوب على مسبزنا باش نحنا نوليو التقوى ذي الله فيه. ويسوع المسيح الكامل الصادق العادل نظلم ونذل وتعذب وقاسى على مسبزك ومسبتي باش يصالحنا مع الله. المسيح يسوع تصلب ومات بحال المجرم، لكن موته كانت على مسبسنا احنا. واذا نجيو لعنده ونامنوا به ونستقروا به، نستقروا له بعيوبنا، هو موجود يقبلنا ويطهرنا بدمه من كل اثم، ويجعلنا نوقف قدام الله بلا خوف ونسكنوا معاه على الدوام. صادقه هي الكلمه وكتستحق كل قبول. بين المسيح يسوع جال الدنيا باش ينجي المذنبين اللي الكبير فيهم انا. أشكون تاق بخبارنا ولي من تبين دراع الرب، حيث نبت قدامه بحال نباس فتي وبحال واحد العرق من أرض يابسة ما كانت عنده صورة ولا ضرافة، ومنين نشوفوه ما فيه زين علاش نشتهوه. هو محقور ومدحي عند الناس، راجل الأوجاع ومتسنس بالحزن، ودرقنا وجهنا منه. هو نذل وما عنينا شبه، لكن هو رفد أحزاننا وتحمل بمرضنا، وحسبناه مصاب مضروب من عند الله ومذلول، لكن هو نجرح على مسبة معصياتنا ونسحق على مسبة ذنوبنا. تأديب سلامنا عليه وبشحطاته برينا. كلنا بحال الغنم نتلفنا، كل واحد تبع طريقه، والرب حط عليه ذنوب جميعنا. هو نظلم ونذل لكن ما فتحش فمه، وتقود بحال الخروف للذبيحة وبحال النعجة ساكتة قدام اللي كيدزوها وما فتحش فمه. اتخد من السجن ومن العقوبة، وشكون يخبر بجيله، حيث نقطع من أرض الحيين ونضرب على مسبت ذنوب قومي، وعمل قبره مع القباح ومع الغاني في موته، حيث ما عمل ظلم ولا كان في فمه غش. لكن الرب فرح يسحقه بالحزن، من حيث جعل نفسه ضحية على الذنوب، يشوف نسله ويطول أيامه، وفرحة الرب تنجح في يده، يشوف من تعب نفسه ويشبع بمعرفته. عبد التقي يبري بزاف حيث يرفد ذنوبهم، على ذاك الشي نقسم له مع العظماء ويقسم الغنيمة مع المجهدين، حيث كبل نفسه للموت وتحسب مع المذنبين ورفد ذنوب بزاف وشفع في المذنبين. كتاب النبي إشعياء كيتسمى الإنجيل للعهد القديم. يمكن كلنا كنعرفوا بين معنى الإنجيل هي أخبار الخير، وحيث كلنا كنحبوا نسمعوا أخبار الخير واجب نقرأوا الإنجيل. الخبار المليح باش تكلم إشعياء 700 عام قبل المسيح هو في الفصل 53 من كتابه. وإذا نقرأوا هذا الفصل آية بآية ونتأملوا فيه، نصيبوا بين ما كاين خبار مليح أكثر من هذا الخبار. لكن حيث النبي كيتكلم بروح الله وكيعرف قلة الإيمان بنادم، على ذاك الشي قال أشكون تاق بخبارنا ولي من تبين دراع الرب. كان طلبوا الله بين السامعين يتيقوا بالخبار ويشوفوا دراع الرب. أشكون هو هذا دراع الرب على من كيتكلم إشعياء اللي نبت قدامه بحال عرق وبحال فرخ من أرض يابسة بلا صورة وبلا ضرافة، ومنين نشوفوه ما كنصيبو فيه زين علاش نشتهاوه. هذا اللي محقور ومدحي، هذا الدرع درع الله هو يسوع المسيح. هو اللي نبت من أرض يابسة، يعني ولدته أمرأة مخلوقة بشرية أرضية. تحقيق هذا عجب كبير، بين درع الله نبت من الأرض، يعني الله ولا إنسان. وباش ما يبقى لنا شك بين هذا الدرع هو ابن الله، النبي تكلم ظاهر وقال رجل أوجاع ومتسنس بالحزن. احنا شفنا ظاهر بين درع الله هو رجل اللي شاف الحزن وعرف الآلام ونذل وما عنينا شبه، وبين رفد وجاعنا ومرضنا وحسبناه مصاب مضروب من الله ومدلول. فوقاش نضرب
وندل ونحقر وما عنينا شي به. فوقاش وقعوا له هذو الامور؟ وشكون حقره وذله وضربه وبهدل به؟ امته قومه بني اسرائيل، حيت كنقراو في انجيل يوحنا بان جاء عند قومه وقومه ما قبلوه شي. النبي شاف هذو الامور 700 عام قبل ما وقعوا، وهذو الامور وقعوا هذه 1952 سنه. يسوع المسيح جاء لهذه الدنيا وتولد في بلاد بني اسرائيل قومه، وكان عرفوا بين الامه الاسرائيليه حقرته وسيبته وعذبته وصلبته. لكن الحمد لله النبي زاد وقال: لكن هو انجرح على سبب ذنوبنا ونسحق على مسبة معصياتنا، تأديب سلامنا عليه وبشحطته برينا. دابا خصنا نثقوا بكلام النبي اللي زاد وقال: كلنا بحال الغنم تلفنا، وكل واحد فينا تابع طريقه. إذا نستقروا بتلافنا ونعترفوا بين كل واحد فينا كيحب يعمل خاطره ويتبع شهوة نفسه، نقدروا نقولوا هو نجرح على سبب ذنوبنا ونسحق على سبب معصياتنا، تأديب سلامنا عليه وبشحطته برينا، حيت هو تقود بحال الخروف للذبيحة وبحال النعجة ساكتة قدام اللي كيدزوها ما فتحش فمه. ونقطع من أرض الحيين ونضرب على مسبة ذنوب قومه، وبين ندفن مع القباح، وراجل غني تكلف به في موته كما قال النبي. هاد الشي كله وقع له بعد ما عمل ظلم ولا نصاب في فمه غش، لكن الرب فرح يسحقه بالحزن. صمت الله فرح يسحق ابنه في عوض يسحقك ويسحقني، احنا اللي عملنا علاش. ودابا الله كيفرح ينجيك حيت ابنه مات عليك، والترابي اللي واجب عليك تربى بها المسيح باش يعطيك السلام. لكن شوف، من مورا ما قال النبي منين تجعل نفسه ضحية على الذنوب، قال يشوف نسله ويطول ايامه. كيف واحد اللي نقتل وندفن يشوف ويطول ايامه؟ هذا الشيء كيبين بين المسيح قام من الميتين في النهار الثالث كما كان قراه في الانجيل. اشن هو نسل المسيح؟ نسل المسيح وما ولاده اللي تقوا به. دابا المسيح كيشوف تعب نفسه وكيشبع حيث كيامنوا به المذنبين في كل موضع، وهكذا فرحة الرب كتنجح في يده. هذا هو العبد التقي اللي يبري بزاف حيث كيرفد ذنوبه. على ذاك الشي كنقراو بين الله رفعه واعطاه اسم فوق كل اسم، باش تركع باسم يسوع كل ركبة، اللي في السماء واللي على الارض واللي تحت الارض، ويستقر كل لسان بين يسوع المسيح هو الرب المجد الله الاب. هذا هو اللي كيشفع في المذنبين. آمين.